النهاردة بقى الحلقة بتاعتي أنا ذاكرتها كويس جدا، وقعدت أشوف هنا وأشوف هنا، وهنا بيتعمل إزاي، واليمن بيتعمل إزاي، والسعودية بيتعمل إزاي. المطبق هو يعني يشبه قوي الفطير الشرقي اللي أنا عملته قبل كده، بس إيه باختلافات والحشوة بتاعته مختلفة شوية، عشان محدش يزعل مني ويقول لي بقى أنت بتألفي ده كده غلط. أنا ذاكرت كويس قوي وشفته كتير قوي قوي، شفت وصفات كتير قوي قوي لحد ما وصلت للطريقة بتاعته الحلوة دي اللي انا هعملها معاكم النهاردة، وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا. اول حاجة نعمل العجينة، سهلة قوي. عندنا بولة فيها 3 كوبايات من الدقيق الفاخر او دقيق المخبوزات، عليهم نص معلقة من الملح، وهنعجنها بمية فترة. هنزل بقى العجينة بتاعتي كده واعجن براحتي. نفضل برضو نعجن في العجينة كده ايه 7 دقايق زي عجينة الفطير الشرقي بالظبط. بعد بقى ما عجنت العجينة بتاعتي كويس قوي ولمت معايا، بقت عجينة برضو حلوة كده وطرية، هرجعها في البولة. هغطيها الاول بشوية زيت عشان ما تنشفش. هحط كده شوية زيت في ايدي وادهن بيهم كده البولة. دلوقتي بقى هنغطي العجينة ونسيبها ترتاح ساعة في طاسة على النار. بقى نحط شوية زيت، بصلاية مقطعة مكعبات صغيرة، بصلاية وسط، نقلبها. المفروض بقى انتوا تكونوا حفظتوا الموضوع بتاع البصل والثوم ده. بصلة لحد ما لونها كده يبقى شفاف، وعندي 5 فصوص ثوم مفرومين، نقلبهم تقليبة واحدة كده. بصوا بقى الريحة بتاعت الثوم تطلع. نروح حاطين معاه قرن الفلفل الحامي، احمر او اخضر زي ما تحبي. وبعد كده نزود بقى اللحمة المفرومة، ده 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة. قلبه كده كويس. دلوقتي بقى اتبل اللحمة بتاعتي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات لحمه او بهارات مشكله، كمون، واقلب. اللحمه بتاعتنا خلاص استوت، نرفعها بقى من على النار. دلوقتي بقى هنفضي اللحمه في بوله ونسيبها تهدى تبرد شويه عشان هنحط عليها اضافات تانية. بعد بقى ما اللحمة هديت هنحط دلوقتي طماطماية تكون حجمها حلو كده، مكعبات، 1/2 حزمة من بقدونس، بصل اخضر، كرات، وعليهم بقى بيضتين، ونزود 1/2 معلقة من يعني او رشة كده من البهارات اللي احنا حطيناها تاني، رشة كده صغيرة من كل حاجة. اخر حاجة البابريكا، ونقلب بقى ده كله مع بعض. بعد بقى ما ريحنا العجينة، بصوا هتبقى بتمط معاك ازاي كده. ناخد بقى ايه كورة كده صغيرة، ونحط شوية زيت، نفردها بقى كويس. انا عايزاها زي الفطير الشرقي كده، نفس الرفع. هي اصلا هتمط معاكي كده على طول من غير اي حاجة عشان هي مرتاحة كويس. بعد بقى ما فردناها هقولك بقى على حاجة بتتعمل. دلوقتي انا عندي عجينة السبرينج رولز اللي هي بتتباع في سوبر ماركت عادي، بتروحي تلاقي عجينة كده سبرينج رولز مربعة كده. ممكن بقى تعملي ايه؟ ممكن تعملي العجينة دي وتخليها رفيعة قوي وعلى طاسة زي
العيش كده الصاج، تاخد وش من فوق ومن تحت كده لحد ما العجينة تستوي، وتقطعيها مربعات زي دي كده وتحطيها في النص. عجينة سمبوسة برضو تمشي. السبرينج رول ده اوكي، انا برضو ايه عاملاه عشان لو عايزة تنجزي في الوقت، او ان انت مش فاضية وعايزة تخلصي، مش عايزة تقعدي تسوي في عجين وتقعدي تعملي، فدي سبرينج رولز كده نحطها في النص، ونجيب بقى الحشوة اللي احنا عملناها نحطها كده على المربع كده الصغنن ده، تمام، وبعدين نطبق عشان كده اسمه المطبق. يبقى لو انتي ما عندكيش السبرينج رولز، ما عندكيش السمبوسك، هنفرد العجينه لحد ارفع حاجه هنسويها، هنقطعها على هيئه كده مربعيه صغيره، وناخد من العجينه زي ما عملت كده ونحط في الطاسه. يلا بينا نحط في الطاسه. في طاسه بقى على النار هنحط شويه دقيق صغيرين كده، نحط بقى العجينه بتاعتنا وندهن اللي فوق ده كده بالزيت على نار وسط طبعا عشان ايه اللحمة البيض اللي فيها يستوي. يلا نقلبها بقى. كده المطبق بتاعنا خلص. تعالوا بقى ايه ناخدها كده نفتحها من جوه نشوف شكلها عامل ازاي. نقطعها بقى بس بقى من جوه حلوة ازاي كده. تمام خلصت وصفتنا، يا رب اكون عملتها بطريقه تعجبكم، وان شاء الله تعجبكم، مستنيه رايكم، وان شاء الله اشوفكم قريب جدا في حلقات جديده. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.